مولاي، مكتبة قصر بودين بعهد الملك ماتيوس كانت بتضم أكبر وأهم مجموعة كتب بالعالم، واسمع اسم ملك بوهيميا ماتيوس كورفينوس، لهيك بيسموا هالكتب كورفينيا. بدي اياكم تنقلوا لي هاي المكتبة، بدي اشوف هدول الكتب المهمين. مولاي، أفضل المدونات موجودة بهالمكتبة، من أرسطو طاليس لابن خلدون وأفلاطون والفارابي، ولا تنسى مدونات ابن سينا والحكيم فيثاغورث كمان. هالمكتبة يلي هون تعتبر أهم مكتبة. بالي بيك. مولاي السلطان، هدول الكتب من اليوم ورايح رح يكونوا ملك لألنا، وكمان بدي اياكم تنقلوا الشمعدانات الكبيرة اللي بالكنيسة والغنائم التانية لعاصمتنا. اعطوا روما مالي روما. أمرك مولاي. هرقليطس القوي والمنتصر، ابن زيوس، فيلسوف ومحارب. مزبوط حكيك يا باشا. أبولو هو إله الطب. أبولو إله النبوءة، بيعطينا أخبار المستقبل. أما هيا مولاي، العذراء آلهة الصيادين، وهي أخت التوأم لأبولو، ودول الآلهة بيضلوا مرافقين بعضهم. كأنه عجبتك؟ طبعاً مولاي، رائع. أمرهم ياخدوا هدول التماثيل على العاصمة كمان، هدول لإلك مولاي. ما بظن أني عملت شيء لحتى أستحق منك كل هذا. بسبب الشيء اللي عملته بساحة المعركة تستحق أهم الهدايا يا إبراهيم. شكراً مولاي. بس بظن هالتماثيل رح يحتجوا عليهم الناس بالعاصمة وما رح يتقبلوهم. مستحيل انك تسيطر على العالم اذا ما قدرت تستوعب ثقافته يا ابراهيم. وقتها لا سلطتنا ولا ثقافتنا ممكن تستمر. فيك شي؟ لسه جرحي واجعني، ما عم بيطيب. وأكيد رح موت سلطانة، وإذا أنتوا جبتوا لنا أمراء هاد ما بيغير من موقعكم أبدا، رح تضلوا رعايا وعبيد لمولاي السلطان. سلطانة، هلا أنا سلطانة؟ بالله جد؟ والشي اللي أنا ما قدرت عليه؟ عفوا سلطانة، ما سمعت ولا شي ولا شي. بدي تسيبي لي راحة جوز ورز من عيوني يا سلطانة. مريم، انتي روحي وانتي عمري كله، حبيبتي الحلوة، تعي لعندي. انا بدي اياكي تسمعيني منيح. انتي يا مريم ولدتي سلطانة، مفهوم؟ واياكي تشيلي هالشي من راسك ابدا. ابوكي عم يدير العالم كله، وانتي بنته للسلطان وبنت هالسلطة العظيمة. مريم بنت السلطان، ولازم تصيري اقوى مني، وما رح يصير فيكي مثلي، يعني ما حدا رح يقدر يبيعك او يشتريكي أو حتى يأمرك أو ما يحترمك، كمان ما حدا رح يتجاهل وجودك. بس تكبري شوي رح ينحنوا كلهم قدام قوتك، أنت يلي رح تحكميهم. والشي يلي أنا ما قدرت عليه أنت رح تساوي. فهمتي حبيبتي؟
أنت سلطانة يا بنتي، ولدتي سلطانة، مو مثلي أنا جارية. برنسيسا إيزابيل، تي ترايغو لكوميدا. كواندو ترماني إسفياخي كارمينيا أستو كاندا أكاباموس دي ساليرمي برنسيسا نسكيدا أونا سيمانا بارا إيغارا نابوليس برنسيس إيزابيل إسكوتشي كي إلراي لايوش موريو لو ماتارون لوس بارباروس توركوس دين أونغو Problema che los turcos llegaron a Europa y los charcos y los pavos ne deron ayuda. Dejaron el rey lechona solo. Nes lecharon contra los bárbaros, no hicieron bien. Los bárbaros son muy malos, Dan Mido. Su jefe sí llama Suleiman, no voy a desverlo. Salen fuego de sus ojos. Carminia siempre es uno más fuerte que otro. Mm. ¿Quieres alguien más fuerte que el rey Lange? نيلوفر، نيلوفر عم حاكيكي، شو ما سمعتي؟ هاتي لشوف انت شو عم تساوي هون. استغفر الله، جاوبيني شو عم تساوي هون؟ السلطانة هيام أمرتني نادي لويام. وليش لحتى أنت تناديله؟ لأنه السلطانة هيام عينتني خادمتها. سلطانة، أنا بتشكرك كتير على اهتمامك فيني بغياب إبراهيم، بس أنا صار لازم إني روح على بيتي. أنا صار لي هون زمان وحابة أعمل كم شغلة قبل ما يرجع زوجي. تعرفي بدي جهز أغراض المولود الجديد. مستحيل أقبل خديجة، ما رح أخليك تروحي من هون أبداً قبل ما يرجع جوزك من الحملة. إذا لازمك شيء قليلي، درة بتجهز لك كل اللي بدك إياه. طيب مثل ما بدك سلطانة. خديجة، شو صاير بينك وبين هيام؟ مو مهم. كيف مو مهم؟ إلك فترة بتشوفيها وما بتطلعي فيها بنوب. لا تكون غلطانة شي غلطة معك. مو مشكلة سلطانة، هيام هيك أحياناً ما بتعرف شو اللي عم تحكي. سلطانة هيام، بعدتي وراي، أنا تحت أمرك. نيلوفر، أنتي روحي شوفي الأولاد، هلأ صار وقت نومون. بدي اياك تروح تجيب لي هداك العراف مره ثانيه ويقام. يعقوب افندي. ايه، وباسرع وقت، بس انتبه ما بدي حدا يعرف اني بعتت وراه. هالمره لحالي رح شوفه. والسلطانه خديجه؟ شو ما سمعتني؟ قلت لك لحالي، اياك تقلها. وهلا صار فيك تروح. ماشي سلطانه، خليني ابعت لك شراب ورد الجوري، هذا رح ينفعك كثير ورح يريحك ويهدي لك أعصابك. سلطانة، خير إن شاء الله. شو اللي جابك لهون يا ست فريال؟ أنا بخدمتك إذا احتجتي لأي شيء. وإذا هو يوم وصل خبر؟
من غير شي معصبة منك. معلومك بالأول وبالآخر بتتركك، رح تحاول تخلص منك بأقرب فرصة، إذا مو اليوم بكون بكرة. بس أنا موجودة، لا تخافي. إذا بتوقفي جنبي عطول يا فريال وبتقلي لي كل الأمور اللي عم تصير هون بالقصر، ما حدا في يعمل معك شيء. تعرفي إبراهيم باشا بيحترمني وبيحبني، رح تكوني بحمايته دائما. الليلة اتفقنا؟ Personne mas an ombro si si carminia mi da mi do dolirli no mi doli esta bueno mi pirisi carminia che la nozzi no terminia nonca mar mar mas mar como si una cárcel fuera no sira che extraña el princeso Federico. Ni siquiera recuerdo su cara, como lo vi extrañar. El príncipe Federico es muy famoso lino en Europa. Todas las princesas sinian con él. Y el guapo es princesa Isabel. Ama esta vez, es muy guapo y fuerte. Es brooso no puedo pensar en nadie hermoso. Y pensar la vida con él que... Pasa, Carminia. Carminia, ¿qué pasa? مولاي، بعتذر، بعرف إنه الوقت مو مناسب، بس في شغلة مهمة. إجا خبر لبستان باشا من الأناضول هلأ. بدت المشاكل يا مولاي بخصوص البستان. الجنود اللي ما شاركوا معنا بالحملة عم يجهزوا لتمرد. الأوضاع سيئة. نادوا لبسام باشا فورا. هو على الباب مولاي. أمرك مولاي. بسام باشا بديك تجمع قواتك وتاخذ معك كتيبة جنود وروحوا على أناضول فورا وتقضي على التمرد. آن الأوان نقطع راس الحية ونخلص من المشاكل بقى. أمرك مولاي السلطان، رح أنطلق فورا. في شي مولاي؟ لا يا إبراهيم. مولاي أنت لازم ترتاح شوي. رح أبعث خبر لياسر أفندي لحتى يجي يفحصك. كي باسا؟ كي ننسون أنسون؟ Nos atacaron los forzados. ¿Forzados? Sí. Una multa de bárbaros. Forzados. Turcos no podemos salvar a ti. مين هدول؟ Les daremos lo que deseen. رح تعطيكم شو ما بدكم. عم اقول لك مين هدول؟ Sí, sí. Rigonta que nes tostet. Díselo. Dije quién soy, la princesa de Castella Isabel Fortuna. Si me llegaran a tocar, se me serían en un grave problema. ¿Quién es Castella Isabel Fortuna? عم تقولي إذا بتفكروا تلمسوها رح تتعرضوا لمشاكل كتير كبيرة. طالما هيك رح تكون غنيمة حرب محرزة كتير. إذا هي أميرة مثل ما قلت رح تجيب لنا سعر منيح. يا رجال خدوا من وشي. هلا ما بدي شي منه. البسي يا أميرة،
مو حابك تمرضي. مولاي جرحك ملتهب، لهيك لازم افتحه ونطفه. إذا التهب أكتر من هيك بيسوي مشكلة، بس رح تتألم كتير يا مولاي. فيك تفتح الجرح؟ جرحك مو سهل أبداً يا مولاي، ولازم ترتاح شوي من بعدها. إبراهيم، نحن المفروض ننطلق فوراً. بس يا مولاي ما فينا نتحرك قبل ما تطيب. خلص جهزوا حالكم. شو رأيك مولاي نأخذ ياسر أفندي معنا؟ هو طبيب كتير مهم ومكسب إلنا بالقصر. طبعاً إذا هو بيوافق يروح معنا. هذا شرف كبير يا مولاي. طالما إنكم أنتوا اطمنتوا اتركوني لحالي بدي نام. كل شيء مكتوبه بهالورقة بتجيب لي إياه يا معلم شكري. على عيني، رح جيبه. سمعت إنه أصحاب المحلات كتير بيحبوك، وقال ما بينقصوا عنك لا العسل ولا الدبس. يكتر خيرهم. وقال سنبل عم بياخد نصيبه. بصراحة عجبتني هالشغلة لأنه فيها رزقة حلوة، بس إذا ما بدكن أحرمكن من هالرزقة اللي عم تجيكن بتشاركوني بكل شيء عم يوصلكن. وإلا بتعرف يا شكري شو ممكن أعمل فيك. شغل مخك هلأ. خد هاي واشتري لي الغراب، أنا عندي شغل هلأ، نلتقي بعد شوي. مع السلامة. يعقوب أفندي، يعقوب أفندي، أنا وئام. يعقوب أفندي، رجع اختفى مرة تانية. مين انت؟ لك انت اللي مين؟ وين يعقوب افندي؟ يعقوب مو هون وانا جاره. اها والله جد؟ وينه يعقوب افندي؟ دقيت على الباب ما حدا عم. خير، شو بدك منه؟ لازمني. فيك تقلي وينه؟ عنده شغل، راح لقديرنا. امتى بيرجع؟ ما بيطول، بيرحله يومين ثلاثة وبيرجع. خبره إني بدي أشوفه. مين قال له؟ وئام، هو بيعرفني. يلا بخاطرك. عنده خديجة. مريم، كيفك يا روحي؟ منيحة. سلطانة، عنده عم بيكبر بطنك كتير بسرعة. اي صح، رح تجيبي بنت؟ انا حابة اجيب بنت أمورة مثلك حبيبة قلبي، بس بالأول لازم جيب له لإبراهيم باشا صبي، وبرجع بجيب بنت حلوة مثلك. يعني السلطانات لازم يجيبوا بس صبيان؟ حبيبتي هاي الأمور
ما بيجوز تحكي فيها. امي قالت لي انه انا ولدت سلطانه، رح ضل سلطانه مثلي، وقالت لي انه في جواري بس انا مو منهم. عن اذنك يا سلطانه، تعي مريم. بعد اذنك. واضح انه كتير اخذي على خاطرها، احسن مشان تعرف حدودها. ست فريال، امريني سلطانة، وزعي حرير بورصة اللي اجانا هدية مني على البنات. تأمري. اللي بيعجبك خدي إليك. بشكر فضلك سلطانتي. يا بنات انتو شو عم تساووا هون؟ صوت ضحككن معبي القصر، قاعدين هون عم تلعبوا وتضحكوا وتاركين شغلكن؟ شو هالحكي هاد؟ لسه قاعدين؟ قوموا لشوف. ما تأخذيني، ما انتبهت يا سلطانة انك قاعدة هون، بترجاكي سامحيني. يعني العتب على النظر، خفت يكونوا قاعدين وتاركين شغلهم، قلت لحالي بنبهن. نيلوفر انتو سبقوني، هلا انا بلحقكم. روحي نايمي مريم، انا بدي اشوف وئام. لازم تضب لسانك والا بيروح راسك. وئام. تفضلي امريني سلطانتي. انت وين كنت؟ انا اليوم رحت لعند يعقوب افندي بس ما لقيته. ما لقيته؟ وينه؟ وين بيكون اختفى؟ رايح على قدرنا يا سلطانة، قالوا لي جيرانه بس يرجع من هنيك رح يخبروني وعالسريع. بنادي لك هلأ العراف القصر؟ وئام، يعني معقول لسه ما فهمت علي؟ أنا ما بدي حدا غيره، بعت له خبر خليه يجي. ما حدا بيقدر يحل لي المشكلة غير هو. أنا بأمرك يا سلطانة. شو هالصوت؟ هاي السلطانة ناهد دوران قاعدة مع البنات. ها؟ مثل ما خبرتك هي كانت عم تعمل هيك. ايه وشو كمان؟ انا حاولت اتقرب منها بس هي رفضت هذا الشيء. اجت السلطانة هيام، اجت بجوز اشتاقت لكم. تفضلي عادي يا هيام. ما فيني شكرا، مشغولة شوي هلا. بلوب ما تندمي على قرارك يا ست فريال، هي مرة ما إلها صاحب أبدا، حتى من لقمة ما طلعت فيك. مانا سهلة. بالي بيك، كان لك فضل كبير بالمعارك، لهيك حصتك كبيرة من غنائم حرب موهاج. بيشرفني يكون عندي قائد مثلك. مولاي السلطان، أنا اللي بيشرفني إني أكون بخدمتكم وتحت أمركم. تقديم الخدمات للدولة العليا شرف كبير إلي وواجب علي. بتمنى إني أكون قد المسؤولية. إن شاء الله رح ننطلق على العاصمة بكرة الصبح، أبدأ بتجهيز الغنائم. أمن نقل الكتب والشمعدانات، وأهم شي بدي تماثيل إبراهيم باشا تصل بالسلامة وما بتتأذى. بضمن لك إنه الغنائم توصل على العاصمة من غير نقص مولاي. لكان منلتقي بالأسيتانا. مولاي إذا بتسمح لنا نحن المفروض نروح ننام. ما عندي أي مانع. أنت سلطاني وقمر الساطع، أنت حياتي، أنت فرحي، وأنت النور الذي يضيء دربي بهذه الحياة.
مولاي، أنت سلطان القلب والروح أيضا، لا معنى لوجودي بدونك. اشتقت إليك، فعد إلي، عد إلي سريعا، عد لوردتك الجورية. حبيبتي، وردتي، اشتقت لك يا سليمان، ليش تأخرت؟ Desperate mi princesa. ¿Qué pasa? No si nos betramos Bresi que hemos llegado. Barbaros, si van a Bacarpur, todo lo que han hecho. Princesa. Ais no timitas con estos bárbaros asas altoras. Vendirin, eti silvaran. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. ست الكل. يا حبيبي، أخيراً رجعت. بشكر ربي إني شفتك مرة تانية، اشتقت لك كتير. أنا رجعت من الموت بفضل دعائك ومحبتك لإلي يا ست الكل، واللي حماني أكتر هو رضاك. خديجة، وقت خبرتني هيام عن حملك ما بتتخيل قديش انبسطت. يمكن هالخبرية سبب انتصارنا، بس إن شاء الله الولد منيح. مولاي، بوجودك رح كون أحسن. إبراهيم كتير مشتاق لك، عم يستناكي بالحديقة الخاصة. إبراهيم باشا، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. أهلين ست فريال، كيفي؟ منيحة وعلى طول عم أدعي لك، انبسطت برجعتك بالسلامة. تفضل.
الحمد لله على السلامة مولاي. الله يخلي لنا اياك ويديمك فوق راسنا. شكرا يا مصطفى. انا اشتقت لك كثير وخفت عليك. وانا اشتقت لك كمان. بوعدك ما عاد نفترق بنوب. ان شاء الله بالمرات الجاية رح اخذك معي. هويام. كيفك؟ مولاي، لو تعرف قديش تعذبت بغيابك. كنت عم عد الساعات لشوف نور وشك يا سلطاني. نحن هلا صرنا مناح. بيزيد حبيب قلبي. ايه يا ست فريال، كيف الوضع بالحرم لك؟ ان شاء الله ما في مشاكل. كل شيء على حاله، بس يعني بس شو؟ سلطانة هويام طول الوقت عم تحاربني، تقول انا عدوتة واتهمتني كمان بموضوع ليا. بدي الطنشية وهمليها ولا تردي واصبري. بس أنا قلقانة عليك يا إبراهيم باشا، خايفة تفكر تنتقم منك وتعملك شي شغلة مو منيحة. كوني مطمنة ست فريال، السلطانة هيام ما بتقدر تعملي أي شيء نهائياً، ولا بتتجرأ حتى إنها تفكر. إبراهيم، طول الوقت كنت عم فكر شلون بدي فاجئك، بس هيام ضيعت علي هالفرصة. أنا عرفت بالخبر بساحة المعركة، وقتها حسيت بقوة كتير كبيرة. كنت حاسس إني بقدر أقاتل جيش لحالي، وما كنت عم فكر غير فيكي. كان كل همي إنه أرجع وشوفك وشوف ابننا. في 15 باخرة من البندقية محملة بالقماش والنحاس والذهب والقطن والحرير واقفة بالمينا، واليوم الصبح كمان دخلت على جلطة من بواخر ونزلت بضاعة. هذا الشهر تجارتنا تعرضت بالسوق لمشاكل كتيرة، صار لازم نضغط عليهم. لا تضغطوا عليهم، استنوا شوي، لا تزعلوا التجار. الجيش رجع جديد من الحرب، وأكيد راجعين بغنائم كبيرة، وطبعا المصاري بدها تصب بالسوق، يعني رح ترجع لنا مو هيك؟
اهتموا فيهم شوي وما في مشكلة إذا ديناهم. ها؟ في شي تاني كمان؟ سمعت إنه بهذا الأسبوع إجت باخرتين. بواخر شو؟ إسبانية، والقراصنة بالبحر الأبيض قدروا يستولوا عليها وفي معهم أسرى. وشو محملة هالبواخر؟ يعني هن شو عم يبيعوا؟ نوعية البضاعة يلي معهم ما بعرفها كتير منيح، بس قيمة الأسرى يلي معهم كتير كبيرة. في بين الأسرى بنت عمو للملك فريديناند وخطيبة الأمير فريدريك. مين هاي؟ أميرة كاستيليا إيزابيل فورتونا. أنت شفتها بعيونك؟ لا ما شفتها. القراصنة ما عم يتركوا حدا يقرب منها، قال هن رح ياخذوها على القصر لعند السلطان سليمان، بدهم يبيعوها كجارية. سكوت مارسيليو سكوت، ما بدي حدا يسمع. خلينا نروح نشوف إذا هاد الحكي مزبوط. هويام اشتقت لك، اشتقت لك كتير. انت فرحتي وسعادتي وشمسي وقمري وروحي ونور عيوني، قلبي، رفيق دربي. انت ملاكي وسلطانة روحي، كل شيء لك، عقلي وقلبي وفكري وروحي. انت فراشتي وأميرة حياتي وربيعي، جايكي وفاتح ايدي لقلك بحبك. الشعر يلي كنت بعت لي اياه هو اللي خلاني اصبر على غيابك. تستاهلي اكتر، كل شعر العالم ما بيكفيكي. شو هاد؟ هاد جرح؟ قبل الحملة تعرضنا لكمين. يعني لو كان صار لك شي يا مولاي، أنا كيف كنت بدي أتحمل هالشي؟ بحبك. أنت القبطان مراد؟ مين أنت؟ ألواي سكريتي من البندقية، تاجر بشتري وبيع. حضرتك مشهور، كل تجار السوق بيعرفوك. عم يقولوا أسرتوا أميرة إسبانية مزبوط؟ إيه مزبوط هالحكي. شو بخدمك؟ أوعكن تورطوا حالكن، والأحسن تتركوا الأميرة وحاشيتها فوراً. انتو ابدا مو قد هي القصه. مزبوط هالحكي، ولهيك شو رايك انه نعقد صفقه انا وياك يا سنيور؟ انت قلت لي انك تاجر وانا مستعد اني بيعه فورا. قديش بتدفع لي فيها؟ قديش بتطلب؟ هي جوهره بظنها بتستاهل كتير، حدد انت. ماشي، انا فهمت واشتريت، بس بالأول بدي شوف الأميرة. السلطانة ما كانت تسمح لي إني أقعد هون بقصرنا، كتير اهتمت فيني لدرجة إنها ضايقتني. إبراهيم، أنا مشغول بالي على الولد، مشان هيك على طول بتلاقيني متوترة. سلطانة ما بيصير تعملي هيك، لازم تريحي حالك شوي، بعدين لا تنسي اني رح كون جنبك هون ورح ساوي اي شي بس لترتاحي. راحتك عندي بالدنيا كلها. دخامي بارباروس، بارباروس كيكيرين دمي.
سينيورا. كين إز؟ الوايس لويجي كريتي اليخو دي أنريو كريتي. كي استديس؟ كاستيليا لا برنسس إيزابيل فورتونا لابوميتي دي برنس دي أمسا فريدريكو. لهونو بكفي. أجدامي سالفامي بور فافور ادي امي نوفيادو سالفامي بور فافور. نو تي بريكوبيس ماس برنسيس إلو سابي. شو هو المطلوب؟ بالأول بدي أشوف القصر. إذا ما أخدوها فهي من نصيبها. بلا القصر رح تأخذ مني اللي بدك يا. ما رح خليك تروح. وهلأ وهون لحتى تحررها قلي كم كيس بدك من الذهب. الموضوع انتهى سينيور كريتي. الله معك.